انا لسه على الراي برضو. انا رايي قلت من 25 سنه يا اكرم كريمه في الدنيا دي كلها. مش قدام العيال، اصل المره دي عاملاها بطريقه جديده، نقلها من التلفزيون. جبتوا الدش هتلاقوا اصناف كتيره ما بتخلصش. دش ايه يا واد؟ هناكل اكل افرنجي، شيش تاووف وعيش غراب، مفيش احلى من الاكل المصري. بلاها دش، نجيب بص ب 10 جنيه فرملة. شوف الكبير هيعوم على عوم الصغير لغايه ما يغرقونا. بسم الله يا حبيبي، بسم الله. ودور ابعت خد يا واد. وانا يا ماما. حاضر يا حبيبي. خد يا قمر يا جبرولا. دور ودي مصر. ربنا يخليك يا ولد. ابدا. الله. طب فين نصيبك انت؟ انا اكلته في المطبخ يا اخويا، قعدت ادوق فيه ادوق فيه لغايه ما خلصت. انا شفت. مالكم ساكتين كده ليه؟ ماما قالت لنا ما تتكلموش قدام بابا. ليه كده بس يا كريم؟ لا ده انا بقول ما فيش يعني كلام على الاكل يعني. اتكلم يعني يا كراميلا؟ في ايه يا اولاد بتتكلموا؟ عايز 7 جنيه عشان اصور كتاب من واحد صاحبي. قالوا لي في المدرسه ما تجيش من غير اللبس الجديد. وانا يا بابا عايزه موبايل وانا هتصرف. الله ما اكلتش يا اخويا. لا خلاص شباب. الله ده انا تعبه نفسي مخصوص علشانك يا عباسي، صح كده؟ 100 مره اقول لكم ما تتكلموش قدام ابوكوا، ابوكوا حساس وجواني احط في نفسه. انت كده عاجبني ليه؟ اكل حته ارنب اللي فضت من بابا. يا مهرد طب سيبه لماما. لا ده لابوك، خد المعلقه حته بس. بس سكر جفنه على ما غزل بوتوم 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 بوتوم. عباس انت نازل تاني يا عباس؟ رايح ممدوح مستنيني على القهوه. سودا يا قهوه والقلب وما يهوى، واضح ان العيال سدوا نفسك على البيت كله. ابدا يا كريم انا سدوا نفسي على البيت ولا حاجه. العيال عندهم حق، انت شايله كل الحمل لوحدك. ما تقولش كده، حسك في الدنيا، هو انت مخلينا ناقصنا حاجه؟ ده كفايه كحتك في نص الليل. شكرا يا كريمه. على فكره انا نازل اقابل ممدوح في القهوه علشان لقالي شغلانه اضافيه في الفرن بتاع حماه. فرن؟ تشتغل ايه بقى في الفرن؟ صباع فينو ولا فطيره بالسكر؟ لا ملاحظ عمال في ورديه الليل. يعني تبات في الفرن من بالليل لغايه الصبح؟ ده انت تتحمص يا اخويا. ومن الفرن هطلع على الشركه من بره بره. الله، وامتى هتنام جوه جوه؟ لما ابقى ارجع من الشركه بقى، يعني هنام لي كده من 6 لـ 9. ايوه بس كده الشغل يبقى عرض متواصل. ما طلبات العيال كمان كلها عرض متواصل. ايوه هو انت لاقي صحتك؟ كفايه هلكه الشغل في الشركه؟ يعني فلوس الشغل في الشركه ده بتقضي اي حاجه؟ طب بلاش الفرن، شوف لك شغلانه تانية عشان تنام في وسط عيالك. سلام عليك يا كريمه، يعني انت شايفه الشغل مرطرط وانا واقف انقي؟ ردي على التليفون ده بانه ممدوح بيستعجلني. الو؟ ما بعرفش في الموبايل، رد انت وانا اعلق البيجامه. طيب. لو طلع هو قول له انا موافق على شغلانه الفرن في الشتاء، بس في الصيف يشوف لك محل عصير قصب، ايس كريم، حاجه ترطب كده. حاضر حاضر. الو؟